يا احنا فين العيال؟ اتعشوا وناموا. مش هتقلعي بقى الاسود ده؟ فاتوا 3 ايام العزا خلص خلاص. دمي يا كامل امي الله يرحمها ويحسن اليها. ايه يا حنان، ما هي كانت زي امنا كمان، بس الحزن في القلب يا بنت الناس. الله، ناقصك يا بقى اكتر من كده، كفايه المصايب اللي مستنيانا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مصايب ايه بس يا راجل؟ معاش امك برضه كان نوايا بتسند الزير. دلوقتي مفيش قدامنا غير مرتبي ومرتبك، واحنا عندنا عيال بمصاريفهم ومصاريف مدارسهم. حول الله، ما هو حالنا حال الناس يا سيدي. فكرت في حاجة ممكن تساعدنا شوية. ايه هي؟ هنطلق. يا نهار اسود. اسمعي بس، اسمعي بس للآخر. احنا هنطلق رسمي ونكتب ورقة عرفي. ياه، انت اتجننت؟ عشان نفضل برضه متجوزين، وانت في نفس الوقت تقدري تستفيدي بمعاش امك. يا حول الله يا رب، انا اول مرة اسمع كلام زي ده. اديكي سمعتي، واحنا بقى مش فاضلنا غير حل تاني، اننا ندور نشحت بالعيال في الشوارع. مش واكل ان شاء الله ما تفحت. انت اتجننت؟ معقولة اللي انت بتقولي ده كده؟ حرام. كمل، راح يسأل في الدار يفتح. انا مش مصدقاكي بصراحة. هنعمل ايه بس؟ ايه شغال يا نور؟ ايوه، خلي جوزك يشتغل شغل اضافي ان شاء الله، حتى يشتغل سواق تاكسي، ولو هو مش عايز يتعب نفسه كده ويستعمل. الله، واقولة تمشي وراه كده بالكلام ده؟ اعمل ايه بس يا سماح؟ اعمل ايه؟ انت طلعت اهو، قاعدة بعيالك بره وعلى كف عفريت. على الأقل أنا بقى لاقية مكان أقعد بيه بعيالي. على رأي المثل أهو ضل راجل. بقول لك أنا حاسة إن أنا تعبانة، أنا هستأذن. طب يا حبيبتي، يلا روحي وأنا هبقى أتكلم أطمن عليكي. وأنا حمدي بدالك، ما تقلقيش. إيه ده؟ يا بنت المجنونة، انت بتحرقي هدومي؟ انت لسه شفت حاجة؟ ده انا لو طول احرق قلبك من جوه صدرك تعملها. ليه؟ انت خلاص اتهبلت يعني؟ هوديكي العباسية. مش عارف ليه يا ابو العيال؟ مش عارف ليه؟ روح لمراتك التانية، الحق الحق مهند سخن، روح وديه المستشفى اجري عيان. انا شفت الرسالة اللي بعتها لك بعينيا دول. يا واطي يا خاين يا دول. اتهبلت يا مجنونة؟ انا مش متجوز غيري. انا مش مجنونة، انا عسامي. خدي هنا يا حفاد. يا حبيبي، انا قلت لك لما تيجي هقول لك. يا خالد ما تقلقش، مفيش حاجه. طيب لما تيجي. حاضر، يلا ما تتاخرش بقى. مع السلامه. الو، ايه انت بتقولي ايه؟ اسكتي يا حنان، رديتي وعشتي وسكتي.
زي ما كنت بتنصحيني يا اختي. مش كان احسن لك بدل ما تفقدي عمرك وتيتمي عيالك وهو ضل راكبك؟ انا رفضت دكتور حازم علشانك، والنتيجه كانت ايه؟ طرد اخويا من الشغل ورمانا في الشارع. انا مش هفضل مستنيه كده كتير. لا يا حبيبتي، انت ما رفضتوش عشاني، انت رفضتيه عشان هو متجوز وعنده عيال. الحكايه محسوبه بالورقه والقلم. لا انا رفضته علشانك طبعا، انت قلت لي ان انت بتحبني واخرت الحب طبيعي الجواز. انا قلت لك هتجوزك؟ انا وعدتك بالجواز؟ بطلي بقى تعيشي في دور الضحيه. ضحيه؟ طب واللي كان بينا تسميه ايه؟ اعجاب، استلطاف، تضيع وقت، اي حاجه سميه اي حاجه. وبعدين بصراحه بقى انا ما اقدرش اتجوز واحده عايشه في بيت ما فيهوش راجل، مع احترامي للسيده اخوكي طبعا، ده غير ان مامتها متطلقه، والله اعلم بقى السبب الطلاق ايه. مش يمكن ماما شقيه زيك؟ شيماء ماما؟ لا والله، ده انتوا مطبخينها سوا بقى عشان تدبسوني رسمي. يلا يا شيماء أنا رجعت لأبوكي، يلا بينا على بيتنا. رجعت لأبوكي؟ ما في واحدة متطلقة بترجع؟ قديم أوي الحركات دي. Thank you.